وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. ينزل الجبار في كل ليلة كما جاء في الحديث، نعم، من غير كيف، يعني لا ندري عن كيفية النزول، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، فلا يلزم هذه اللوازم التي أوردوها، لأننا لا نبحث عن الكيفية، والله على كل شيء قدير، ولا يحيطون به علما، فلا يعلم كيفية ذاته ولا كيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وقل ينزل الجبار مقاما محمودا، لأنه الواحد المتمدح. جل عن الكيف، جل يعني تعاظم قدره وشأنه عن أن نكيف أو نعلم كيفية أسمائه وصفاته ومنها النزول، فنحن نثبت النزول ولا نبحث عن الكيفية، ما نبحث عن الكيفية كسائر الصفات، فالنزول معلوم وأما الكيف فهو مجهول، كما قال مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هذا في سائر الصفات. نعم.